السلام عليكم. موعد وتوقيت القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي كأس سوبر الإسباني. سنتعرف إن شاء الله في هذا الفيديو كيف جاء تأهل ريال مدريد إلى المباراة النهائية، وأيضا كيف جاء انتصار فريق برشلونة اليوم على فريق أوساسونا والتحاقه بفريق ريال مدريد في مباراة النهائي. نبدأ بفريق ريال مدريد، حيث تأهل فريق ريال مدريد إلى نهائي كأس سوبر إسباني بعد فوزه على أتلتيكو مدريد بخمس إصابات مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت الطرفين على ملعب الأول بارك في السعودية لحساب نصف نهائي المسابقة المحلية. وافتتح أتلتيكو مدريد نتيجة المباراة مبكرا بواسطة لاعب ماريو قبل أن يعادل النادي الملكي الكفة عن طريق أنطونيو رودريغيز. وزادت الغلة التهديفية في الشوط الأول، حيث أضاف ريال مدريد هدفه الثاني بواسطة فيرلان ميندي قبل أن ينجح أنطوان غريزمان في تسجيل هدف التعادل. وواصل الفريقان عروضهما القوية في اللقاء، حيث تقدم أتلتيكو بهدف عكس سجله أنطونيو رودريغيز بالخطأ في مرماه، ثم ينجح الميرينجي في ترجم إحدى محاولاته إلى هدف في الدقيقة 85 عن طريق داني كارفخال. وانتقل الفريقان إلى الأشواط الإضافية، حيث لم يشهد الشوط الأول أي تغيير في نتيجة المباراة إلى غاية الشوط الثاني الذي سجل فيه اللاعب سافيتش هدفا ضد مرماه ليرفع من الحصيلة التهديفية لريال مدريد إلى 4 أهداف، قبل أن يضيف اللاعب المغربي دياز الهدف الخامس في الوقت بدل ضائع، وينتهي اللقاء بتفوق النادي الملكي بخمس إصابات مقابل ثلاثة ويتأهل إلى المباراة النهائية من كأس سوبر الإسباني. من جهة أخرى، تغلب فريق برشلونة على نظاره أوساسونا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب أول بارك لحساب نصف نهائي كأس سوبر الإسباني. وانتهى الشوط الأول من المواجهة بالتعادل السلبي رغم المحاولات لفريق برشلونة المتكررة لتسجيل هدف يمنحه الأفضلية. في الشوط الثاني نجح النادي الكاتالوني في تسجيل هدف سبق عن طريق لاعب ليفاندوسكي في الدقيقة 59 قبل أن يضيف لامين يامال الهدف الثاني في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع. إذن بهذا سيواجه برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد في نهاية كأس سوبر الإسباني على أرضية ملعب الأول بارك مساء الأحد 14 يناير 2024، وتنطلق المباراة ابتداء من الساعة 8 بتوقيت المغربي، 9 بتوقيت المصري، والعاشرة بتوقيت السعودي. ومن المنتظر نقل المباراة على قنوات أبوظبي الريادية.